بسم الله الرحمن الرحيم. نحن كطلبة بمعهد تأهيل الأطر بالميدان الصحي بموقع الناظور ومن داخل المستشفى الإقليمي للحسني، يعني كنا في مقاعد الدراسة، كنا في حجرات الدراسة، كنا في مواقع التدريب، حتى فاجأنا يعني السي الوزير بقرار إدماج الطلبة اللي عندهم دبلوم جابوهم معاهد خاصة. فهذا القرار يعني إجحاف للطالب الممرض المتدرب اللي يعني حنايا يعني ناضلنا وكافحنا ومضى معنا توقيع، مضى معنا واحد المحضر اللي في سنة 2012 يعني بأن الطالب الممرض المجاز من طرف الدولة سيقوم باجتياز المباراة لوحده، لكن السي الوزير يعني فاجأنا بقرار أنه غادي يدمج حتى الطلبة ودمجهم. هذا ما وقع يوم الأحد يعني المنصرم، تفاجأنا بورود أسماء يعني لطلبة عندهم دبلومات لمعاهد خاصة. نحن لسنا ضد، نحن لا ننهج سياسة يعني مكافحة أو مجابهة يعني الطلبة اللي عندهم دبلومات من جهات أخرى، لكننا نقول للسيد الوزير يعني هالطلبة اللي موجودين هنا هما يعني عندهم كفاءة وعندهم يعني مصداقية، ودخلنا هذه المعاهد دخلناها يعني دخلناها بواحد المصداقية وبواحد الشفافية، فكان بريسيليكسيون وكانت يعني كان لورال كان ليكري عاد دخلنا لهذه المعاهد. وبالتالي فسي الوزير خصو يتحمل المسؤولية، وخصو يتحمل المسؤولية التاريخية، لأن صحة المواطن وقانون الذي ينظم مهنة التمريض على المحك يعني وضعه على المحك، وهذا النضال سيستمر وغادي ربما يترفع الشكل غدا إن شاء الله، لنا موعد وغادي نقوم بإنزال في مدينة الرباط أمام البرلمان، وغادي يوصل الأمر للوزير وغادي ندخلوا معه في مفاوضات. فإلى الوزير، سي الوزير إلى سمعنا المطالب ديالنا وقام بالتنفيذ ديالها، فأكيد أن المسائل غادي ترجع إلى ما كانت عليه، لكن إذا استمر في عناده واستمر في تعنته فلن نقول له إلا أننا صامدون وأننا سنناضل وسنكافح من أجل هذه المهنة، هذه المهنة التي لا نرضى فيها الذل ولا نرضى فيها الخوان، ولن نستسلم حتى نعود إلى مقاعدنا وإلى مواقع التدريب إلا والمطالب إن شاء الله محققة كافة تامة. والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. من داخل المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنية الصحة، اليوم كطلبة ممرضين درنا وقفة احتجاجية ضد هذا النظام اللي هذا الشيء اللي كيوقع لينا احنا كطلبه، والمعاناه ديالنا اللي كنعانيو منها، من بينها انه دخل سعاده الوزير الخصاصه، دمج ما بين الخصاصه وما بين الممرض العام يفوتوا تيست، رغم كاع المشاكل اللي كنفوتوا منها حنايا، وايضا مفاجاه ايضا من سعاده الوردي انه جنب واحد الريغلومون جديد احنا كنظام جديد اسبيتس، كنظام فيه نقاط كتحطم بالممرض وكتحطم له المعنويات. من هاد النقاط انه النقطه الاقصائيه الا جبتي 5 في الدوره العاديه ما كت 5 في الموديل ما كتفوتش الراتراباج، والا جبتي قل من 8 في الموديل ماجور ما كتفوتش الراتراباج. دونك حنايا علاش غادي حرمنا من هاد الراتراباج؟ راه الله سبحانه وتعالى كيعطي للشعب ديالو والامه نتاعو الفرصه انه يعاود وانه يصحح الغلط نتاعو. كيفاش هاد الوزاره هادي ما تعطيش الفرصه للطالب الممرض؟ من بين هاد النقاط الثانيه اللي كنعانيو منها انها في لا كومبونساسيون في الدوره العاديه ما كتكونش، يعني حتى الدوره الاستدراكيه عاد تقدر تفاليدي كاع لي موديل، واخا فاليديتي في النورمال ما كتحسب لكش. ومن بينها ايضا انك ما تقدر تفوت السوميستر الثالث والسوميستر الخامس حتى تفاليدي جميع لي موديل في لي سوميستر، يعني لي سوميستر الاول والسوميستر الثاني، واخا بقى لك غير سو موديل. معنا طلبه كيعاودوا السوميستر باقي لهم سو موديل فيه 998 باقي لهم سو موديل وكيعاودوا السوميستر، وعطينا واحد الفرصه بان الى عاودتي الفرصه الاولانيه غادي تمشي لك، الفرصه الثانيه غادي تمشي لك، دونك ما غاديش تخرج، ولا ما تخرجتيش غادي يجريو، يعني ما غاديش غادي يجريو عليك، ولا جراو عليك شكون غادي يقرا؟ حنايا مضيعين حياه، يعني مضيعين سنوات، كاين اللي هنايا مضيع دوزيام اني في لافاك، كاين اللي مضيع بروميير اني نتاعو في ليتيا وجاي هنايا يقرا، وفي الاخر منين يوصل لدوزيام اني يجريو عليه، فين غادي يمشي؟ وفي الاخر شكون غادي يتخرج؟ ما كاين
ما كاين اللي غادي يتخرج، ولا ما تخرج حد دونك شكون اللي غادي يخدم؟ دونك البريفي. يعني هذه كسياسه من الوزاره انها البريفي موجود معنا، وحنا رانا واقفين وصامدين ضد هذه الوزاره هذه وضد هذا القرار وضد هذا الريغلومو هذا، وكنطالبوا من الحكومه وكنطالبوا من الوزاره وكنطالبوا من المناضلين انه يوقفوا معنا ضد هذا القانون هذا، واننا نقراو ونتخرجوا كما كيتخرجوا كاع الطلبه كاع، وانه حنايا صامدون وانه ما لا ينتزع بالنضال فانه ينتزع بمزيد من النضال. وتحياتي. رحيم مهم نش هذا الخير ريزي مزيده يا دانتاتيت توغ صافي يعني توغ الامور توغ كلشي الصباح قال شنو الموضوع عن بريفي توافق بر ديجا السي الوزير توغ نسيو الخاصه ماني كاع كيجي اتفاق باللي صافي غادي يجمد الموضوع عني رابع سنين على خاصه نسيو بوذا مراش النقاشات. المهم نروح نتريا نمشي نوزد نستعدو يلا رحدا يعذون راح نستعدو دي وجداج الامتحان، واذا بينا انت ولا سحاب بريفي تثندغ كاين نستعدو شي نتعجب امين سقساوينا تناش حقاق سحاب بريفي عاف عند الدعوه غير المحكمه احنا غير المحكمه وشي نون سي من يوقع يعني وذا غنا وذا عرمان ويجي نحا شويه الخبر يعني دقني يوقع جارس وها يفقدوا كاع فهاد القرار خون شين نبدا دقايا النضالات ديان قرخو باشا ان قرار يقر وزير خصنا اثنكاس ان قمام مبدئ ان شاء الله مره غنصمد ان شاء الله رحمه نحقق المطلب وشكرا.